بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم جدا كنوز السنة لا يعلمه أكثر الناس. كلنا نتمنى ألا ينقطع عملنا الصالح إلى يوم القيامة، يعني ما في أحد من المسلمين إلا ويتمنى ألا ينقطع عمله الصالح إلى يوم القيامة، وظل يرفع له عمل صالح إلى يوم القيامة. ذلك السنة التي سأقولها لحضراتكم الآن هي سنة من أعظم السنن على الإطلاق، وهي سنة مرتبطة بقراءة آية الكرسي. روى الإمام الحافظ السيوطي في كتابه جامع الأحاديث، وأيضا الإمام الترمذي وغيرهم بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال إن موسى بن عمران لقي جبريل فقال له: ما لمن قرأ آية الكرسي كذا وكذا مرة. إن موسى بن عمران لقي جبريل فقال له: ما لمن قرأ آية الكرسي كذا وكذا، فذكر نوعا من الأجر ما لم يقع عليه موسى. فسأل ربه أن يضعفه عن ذلك، فسأل ربه ألا يضعفه عن ذلك. ثم أتاه جبريل مرة فقال: إن ربك يقول من قال في دبر كل صلاة مكتوبة مرة واحدة: اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض من كل شيء هو في علمك كائن أو كان قد أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ثم قال جبريل: فإن الليل والنهار 24 ساعة، فإن الليل والنهار 24 ساعة ليس منها ساعة إلا يصعد إلي منه فيها 70,000 حسنة، حتى ينفخ في الصور وتشتغل الملائكة. بمعنى انك لو قرأت آية الكرسي إيمانا واحتسابا وقلت هذه الكلمات دي معناها ايه؟ الكلمات دي معناها انك تهدي هذه الكلمات، او كأنك تقرأ آية الكرسي بالنيابة عن كل مخلوق على وجه الأرض، كل مخلوق كائن يا عاقل أو غير عاقل، وتأخذ ثواب قراءة آية الكرسي عن كل مخلوق على وجه الأرض، ذلك يضاعف لك الثواب، ذلك ربنا سبحانه وتعالى يجعل الثواب يستمر حتى بعد الموت، إلى أن تقوم الساعة يرفع لك فيها في كل ساعة 70,000، يعني 70 مليون حسنة ترفع لك. ده المنزل العظيم لآية الكرسي. طبعا جاء في فضل آية الكرسي آيات إن الإنسان إذا قرأها يعني ياخذ ثواب الجبال والسماوات السبع والاراضين السبع و و و والامام الترمذي حسن الحديث انا وقرأ وقال ان وفي وله ويكتب له ثواب النبيين واعمال الصديقين. بعض العلماء انكر الحديث، قال ازاي يعني ناخذ ثواب النبيين؟ فهو رد وقال كلمه ثواب النبيين مش معناها ان انت هتبقى مع الانبياء في الجنه في نفس الدرجه، لا، ثواب الانبيين يعني النبيين معناها ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك نفس الحسنات لما تيجي تعمل عمل صالح، نفس اللي هم نفس يعملوا نفس العمل الصالح ده يكتب لك زيهم في الحسنات، لكن هم لهم درجه خاصه بيهم، درجه النبوه، يعني هم على تبليغ الرساله لهم اجر خاص بيهم، ما حدش يقدر يوصل لهم ابدا. لكن ثواب النبيين كلمه مجازيه معناها الثواب العظيم جدا، او معناها ان ربنا سبحانه وتعالى يضاعف لك الثواب ويكتب لك من الاجر كما يكتب للنبيين عندما يعملون اي عمل صالح انت تعمله برضه، هو ده معنى وعمل الصديقين. فلذلك الصحابه كانوا مش بس بيقروا آية الكرسي بعد كل دبر كل صلاه، لا، ده قبل ما ينام. عبد الرحمن بن عوف كان بيقراها لما يخش البيت في جوانب بيته الاربعه، كما لما كان لو تفتكروا لما فسرت آية الكرسي، فآية الكرسي تقرا في اي مكان واي زمان وبكثره. فيبقى اذا الكلام اللي انت بتقوله ده يضاعف الثواب، يضاعف الثواب، كأنك بتقول يعني إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض من كل شيء هو في علمك كائن أو قد أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا، يعني كأنك بتقول يا رب اديني، أو أنا بقرأ لك الآية دي بالنيابة عن نفسي أو بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل مخلوق على وجه الأرض عاقل أو غير عاقل في كل لحظة وكل دقيقة وكل في طرفة عين وكل نفس. يعني كأنك بتقول
آية الكرسي بتقرأ في كل لحظة في كل دقيقة على مدار ال 24 ساعة من كل كائن على وجه الأرض، تعظيما لرب العالمين سبحانه وتعالى إنها سيدة آيات القرآن. من ذلك وتعظيما لهذه الآية يضاعف لك الثواب أضعافا كثيرة، ويرفع لك 70 مليون حسنة في كل ساعة، اضرب في 24، 70 مليون في 24 في 10 700 مليون في 20 مليار و400 مليون، مليار و400 مليون، مليار ونص أو أكتر ده كل يوم. طب ده الحسنة ب 10، هل الحسنات دي بتتضاعف بعد كده ب 10؟ ده كان سيدنا أبو هريرة في الحديث الصحيح قال إن الله تعالى يضاعف الحسنة ب 1000 2000 حسنة. ده حتى لو احنا فرضنا إن الحسنات هي كده مش هتتضاعف، كل يوم لغاية بعد الموت، لغاية ما تقوم يوم القيامة. طب يوم القيامة هتقوم بعد قد إيه؟ ولما يرفع لك كل يوم، لما يترفع لك كل يوم مليارات الحسنات، يبقى لغاية يوم القيامة يبقى ميزانك هيكون إزاي؟ فسنة عظيمة جدا، من أعظم السنن على الإطلاق. ذلك لا يفرط فيها إنسان من عاقل أبدا، يعني مش إنسان عاقل يعني يستطيع أن يفعل هذه السنة ويفرط فيها، يبقى إنسان ويفرط فيها. يبقى ذلك يا ريت كل اللي يسمعني دلوقتي يحفظ هذه الكلمات، وهي كلمات سهلة. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف فيها أهل السماوات وأهل الأرض من كل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم أو كان قال أقدم إليك بين يدي ذلك كله. هتطرح قال الآية، آية الكرسي، يبقى أنت قريتها بالنيابة عن كل مخلوق على وجه الأرض في كل لحظة كل دقيقة. ف وتحتسب الأجر ده، إن شاء الله نأخذ هذا الأجر، وإن شاء الله يظل عملنا الصالح يرفع إلى يوم القيامة. هكتب لكم الكلام ده إن سخون شروه، يا ريت كل واحد ينشر الحديث ده، ما يبخلش على الناس عشان الثواب العظيم اللي فيه، لأنك هتاخد كل واحد هيوصل للحديث ده عن طريقك أنت، ثوابه هيبقى في ميزانك. أقول قولي هذا، أستغفر الله.